خلينا يا كابتن عشان انا عندي ماتش اللي جاي واحنا بنتكلم ان اول المباريات دايما انا من وجهه نظري يعني انا وجهه نظري مش وجهه نظر كابتن رضا يعني بتبقى صعبه. وبالتالي الطلعه الاولى كابتن ايهاب جلال انه كان عايز يكسب ايا كان بقى شكل الطريقه شكل اللاعبين واختياراتهم كان مهم جدا يكسب. وبالتالي النهارده 4-3-3 4-2-3-1 ما كانش يفرق مع كابتن ايهاب جلال اكتر من ان هو ياخد الثلاث نقاط. الماتش اللي جاي عشان نشوف اداء افضل وشكل افضل يبتدي بأني طريقه وباي لاعبين؟ ما تنتظرش. انت هتلعب الساعه 3 يعني ايه ما انتظرش يعني؟ ما انا بقول لك انت هتلعب ان انت ما تخش في الجول لانك هتلعب. شوف يا مغرومه من الملعب يا كابتن. حبيبي ماليش دعوه انا بكلمك على احنا وفي التوقيت ده والجو هناك والرطوبه. الماتش صعب اكسجين قليل جدا هناك والرطوبه والكلام ده هيأثر عليه. الرطوبه والكلام ده انا مش بلعب في اثيوبيا على فكره برضه بس يعني برضه يعني طبعا افريقيا برضه مرتفعه ماشي هتلعب بس انا ايا كان هناك الماتش صعب قوي يا كابتن رضا والساعه 3 تحديدا واخد بالك فانا بقول لك ما تنتظر يعني الماتش دوت ده اللي تقول يجي بالتلاته بومت باي طريقه انما هنا لا لازم تقدم نفسك النهارده للجماهير ان طريقه كويسه الشكل كويس حتى لو ما كناش كسبنا حتى بس الناس تبقى تقول لك في المنتخب هيجي معاه هيجي انما انت كده كسبان النهارده زي ما بقول لك كده بختك ابو بخيت وربنا كرمه وعشان الناس وعشان الدنيا والدنيا وعشان يعني حاجات كتيره كمان بره المستطيل الاخضر انما انا بكلمك بمنتهى المصداقيه لا انت فرصه عمرك وعندك كل لعيبه مصر تحت ايدك ويا ريت الفتره اللي جايه فكر في احمد لو انت هتلعب بالطريقه بتاعه 4-3-3 بالذات لما تكون في مصر فكر في احمد عبد القادر وزيزو في الحته دي احمد عبد القادر وزيزو عمر مرموش لو جبته تاني يجي يقعد يبقى تغييره ما يبداش من البدايه لان ما بنحسش بيه خالص ويبقى عالي على المنتخب ابدا براس حربه سواء بقى مصطفى محمد محمد شريف احمد عاطف اللي انت واخدهم وفين احمد ياسر ريان وفين مش في وكوكا والرجاله دول نشوفهم برضو يعني وسع القاعده نتكلم ان اصلا يعني قائمك الكبيره كابتن بنتكلم في 44 لاعب لكن طبعا بتتقلص لا بس في ما انت واخد اتنين مصابين وبقى كمان النني ثلاثه واخد بقى والنهارده تريزيجيه بقى اربعه واخد بالك يبقى انت تجيب يعني انت مثلا احمد حجازي وكمحمد عبد المنعم انت واخدهم ليه المعسكر؟ ما يتعالجوا تحت اشرافك بره المعسكر وتجيب واحد زي علي جبر واحمد عبد القادر وبعد كده شريف وبعد كده كمان في حاجه مهمه انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا انت لما بتضم حد جديد لازم اشوفه طبعا بدل المعسكر جاي ممكن تمشيه يبقى اتحسبت لا وتديله كمان في مصر في مصر مش تديله في اثيوبيا كنا شفنا حد من الناس الثانيه الجديده واخد بالك عشان تبدا عادي اللعب وكل حاجه لكن العناصر الجديده اللي بتنضم الناس نفسها تشوفها واللعيب نفسه ياخد فرصه ما يبقاش اسم ما يبقاش اسم ان هو يروح منتخب ويمشي لا دول لعيبه لمستقبل مصر لازم نشوفهم عشان تدي فيهم قرار بالظبط يا اما ما تاخدهمش بالظبط شوفهم في الماتش الرسمي ما انت ما عندكش اي كابتن ماشي بس هو في ودي هو راجل هو مدير فني يا كمونة ولسه اول مره يمسك واول مباراه رسميه مودة انت حاططنا خصم ليه مع كابتن مش خصم انا مش بقول لك انت خصم انا مش بحط خصم انا بكلمك لا عمري ما احط خصم انا بكلمك ان انت مدير فني كابتن هاب لا يا كابتن طب استنى انا بقول لك مدير فني انا بقول لك اتكلم على استنى ماشي وجهه نظرنا يعمل ايه انا مش هقول النبي يا استنى طب النهارده ارد عليه لا استنى مرموش لعب حسيت بيه؟ لا ما يلعبش طيب يبقى اذا ما تقولش بقى اسماء ماشي يا كابتن بس ما تدي الواحد مرموش خدت مع المنتخب ما كان في التصفيات الخاصه لكاس الامم جاب اهداف ومع المنتخب ده هدف واحد في ماتش ليبيا وفي كاس الامم ما كان كويس لا كان في كاس